هل قول انصرنا يا الله، عفوا هو كم يسمي نفسه انصرنا يا الله، هل الافصح اللهم انصرنا او انصرنا يا الله، ارزقنا يا الله، ارحمنا يا الله، اللهم ارحمنا اللهم انصرنا، هي التي وردت في الكتاب والسنة، وان كانت الاخرى جائزة، لان كلمة اللهم تعني يا الله، اللهم ارزقنا، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء،